مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامج قرة عين اللي بنذيعه لكم من داخل مركز قرة عين الخصوبة. ما زلنا في سلسلة حلقات أسباب الإجهاض المتكرر، وقلنا قبل كده من أسباب الإجهاض المتكرر عدينا الخلل الكروموسومي في الكروموسومات بتاع الجنين أو الأم، وقلنا ضعف الجسم الأصفر عند المرأة اللي هو ضعف المبيض يعني، وقلنا تكيس المبيضين، وقلنا سكر الحوامل، السكر العادي، سكر الحمل من الحاجات اللي تؤدي إلى إجهاض متكرر، فلابد من ضبط السكر قبل بداية العلاج، وما ينفعش ضبط السكر بعد الحمل، يفضل ضبطه قبل الحمل على الأقل بشهر أو اتنين. واتفقنا إن السكر بيؤدي إلى خلل في الهرمونات بتاع المرأة وبيبوظ بطنة الرحم وبيخلي الجنين عايش في بيئة غير صالحة للإنجاب. في حاجة تانية مهمة جدا وهي خلل هرمونات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية دي الغدة اللي موجودة في الرقبة وبتطلع هرمونات الثيروكسين اللي بتساعد على نشاط الجسم طول النهار وعن نمو الجسم. الغدة دي لو متوقفة، لاحظوا حاجة، ان لو لقينا هرمون الثيروكسين قليل ما بيطلعش، والست تعرفت لها زايدة في الوزن ودايما كسلانة ودايما عندها احساس بالبرد كده، مفيش هرمون اللي بيعمل النشاط، فكل الاعراض دي تؤدي الى ان الست تبقى مليانة قوي وعندها كسل، ما عندهاش حاجة تعمل نشاط، فدايما كسلانة ودايما عندها احساس بالبرد برضو بسبب قلة النشاط، مفيش طاقة موجودة في جسمها. وجدوا ان الناس اللي عندها نقص الغدة الدرقية بيؤدي الى اجهاض الجنين وموته في داخل الرحم، لان ده هرمون خاص بالنمو والطاقة والحيوية. وجدوا اكتر ان ده مرتبط ارتباط وثيق باجسام مضادة بتطلع من داخل الجسم ضد الغدة الدرقية، اللي بيؤدي الى خلل الغدة الدرقية ان في الجسم نفسه بيطلع منه اوتو ايمون انتيبوديز بتهاجم الغدة الدرقية وتؤدي الى توقف عملها. هذه الانتيبوديز هي الاساس في حدوث اجهاض داخل الرحم. فالناس اللي بتعاني من الغدة الدرقية لابد ان تعالج جيدا قبل الحمل وتتظبط هرمونات الغدة الدرقية. حاجة تانية، الناس اللي عندها اوتو ايمون انتيبوديز اللي هو عندها خلل في المواد الاجسام المناعية اللي بتخرج من الجسم وتهاجم الجنين وتهاجم الغدة الدرقية، تعامل معاملة خلل في الجهاز المناعي، لازم تاخد حاجات تثبط هذه الاجسام المضادة للغدة الدرقية. الإجهاض المتكرر له علاقة وثيقة جدا بالغدة الدرقية وعملها ونقص العمل فيها أو زيادة العمل فيها.
نقص العمل فيها له سببين، اما انه نقص طبيعي او نقص نتيجه اوتوميون انتيبوديز. نقص العمل فيها نتيجه طبيعيه لنقص الغده الدرقيه عادي، نقص في الغده الدرقيه واللي بتاخد علاجها العادي اللي هو السيروكسين بتاعها، الهرمون بتاع الغده الدرقيه بتاخده باستمرار قبل ما يحدث الحمل واثناء الحمل على طول باستمرار، او في سبب اخر اللي هو الاوتوميون هاشيموتو ديزيز اللي هو اجسام مضاده بتهاجم الغده الدرقيه توقف عملها وتقتل الخلايا اللي بتنتج الهرمون بتاع السيروكسين. الحاله دي اللي هي فيها اوتوميون انتيبوديز دي اللي هي اجسام مناعيه تعامل معامله ان عندها خلل في الجهاز المناعي، مش بس نديها سيروكسين وبس، لا لازم تاخد ادويه تثبط عمل الجهاز المناعي عشان يؤدي الى حمل سليم. لو ادينا السيروكسين بس وما ادناش الادويه اللي بتثبط عمل الجهاز المناعي هتعامل السيده دي على انها عندها خلل في الجهاز المناعي وبالتالي ممكن يحصل لها اجهاض داخل الرحم، بالتالي الاجسام المناعيه دي بتهاجم الجنين وتؤدي الى موت الجنين داخل الرحم. فاصل ونشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على اعلى مستوى، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري واطفال الانابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على اعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود احدث اجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، احدث اجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري واطفال الانابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الانجاب، احدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، يملى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات، البنين ويا البنات. مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. أهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وكنا بنتكلم في موضوع الغدة الدرقية كسبب من أسباب الإجهاض المتكرر، وقلنا ان الغده الدرقيه بنفكر بس كده ان هي نوعين، نوع من انواع الاجسام المضاده لازم تعامل على انها سبب الاجهاض المتكرر هو الجهاز المناعي، ونوع تاني اللي هو نقص الغده الدرقيه او نقص هرمون الغده الدرقيه لازم تؤخذ علاج الغده الدرقيه. في سبب اخر من الاسباب من هذه الاسباب وهي الاجهاض المتكرر، مواد التجلط اللي كل الدكاتره بتكتب العلاج بتاع السيوله لمواد التجلط بسبب ان انها سبب من الاسباب يعني الاجهاض المتكرر. مواد التجلط دي عندنا حاجتين مهمين قوي، فاكتور 5 وفاكتور 2، ودي من الاسباب الاساسيه للبحث عنهم قبل اعطاء اي مواد خاصه بالسيوله. في عندي عاملين، عامل اسمه فاكتور 5 وفي عامل تاني اسمه فاكتور 2، دي مهمين جدا البحث عليهم. لو حللت عليهم ولقيتهم في عندهم مشكلة فلا بد من إعطاء مواد مسيلة أثناء الحمل أو قبل الحمل بأسبوعين. ليه؟ الفاكتور دي بتؤدي إلى تجلط الدماء في الشرايين الدقيقة اللي بتغذي جدار الرحم أو تغذي المشيمة، تجلط الدماء داخل الشرايين الدقيقة مش الأوعية الكبيرة. يعني احنا عندنا الشرايين في شريان تخين وبعدين ينقسم لحد ما يبقى وعاء دقيق جدا جدا جدا. لما يكون عندي فاكتور 5 او فاكتور 2 عاليين فبيؤدي ان الدماء تتجلط، اما تتقفل الدماء ديت الشرايين الرفيعه دي ما بيوصلش دم منين؟ للبيب، سواء عن طريق البطانه او عن طريق الشرايين بتاع التغذيه. فاذا كان الفاكتور ده عاليين بيؤدي الى تجلط الدماء داخل الشرايين الدقيقة الواصلة
لجدار الرحم او واصله للمشيبه اللي بتغذي الجنين داخل بطن داخل رحم المرأة. في هذه الحالات لابد من اعطاء مواد على راسها الاسبرين العادي اللي احنا عارفينه، وعلى راسها مواد خاصه او حقن خاصه بالتجلط زي الهيبارين والكليكسان والحاجات دي، ودي مهمه جدا لازم نعطيها، ويفضل اعطائها قبل حدوث الحمل على الاقل ب 15 يوما علشان يبقى داخل على بيئه جيده، مش نديها بعد الحمل. يعني انا مد العيان ده العلاج بعد ما يحصل الحمل باسبوعين، يعني واحده ست مثلا حللت النهارده لقيت نفسها حامل، هتروح تكشف عند الدكتور بعد 15 يوم، يبقى عدى شهر على حدوث الحمل، لان الحمل بيحصل في اليوم ال 15 16 17 للدوره. يعني لما بتيجي تحلل النهارده تعرف الدوره غابت بيكون عدى 15 يوم على الحمل، وكمان تروح تكشف بعد 15 يوم بقى عدى شهر على الحمل. يبقى انا عندي حمل بقاله شهر عنده تجلط في الاوعيه الدمويه الدقيقه مما يؤدي عدم وصول الدم، يعني الجنين ده هروح للدكتور وهو على وشك ايه؟ هيكون مات يا لسه هيموت. فيفضل اعطاء هذه المواد اذا شخصنا فاكتور 5 وفاكتور 2 في مشكله، يفضل اعطاء العلاج قبل مع التبويض. يعني ده العيان دلوقتي العلاج هو عشان بخرج له البويضه بديله معاه الهيبارين او الكليكسان او الاسبرين مبكرا قبل ما يحدث الحمل. حصل الحمل يلاقي الدنيا مظبوطه، يلاقي الدم اللي واصل للجنين دم سليم، ما فيش فيه نوع من انواع التجلط. وبالتالي من الاسباب الرئيسيه لحدوث الاجهاض المتكرر هو ان يكون عندي زياده في مواد التجلط او خلل في مواد التجلط اللي مسؤوله عن تجلط الدم داخل الاوعيه والشرايين، واهمهم فاكتور 5 وفاكتور 2. اعتقد ان احنا وصلنا مع بعضينا دلوقتي الى مجموعه من الاسباب، ومن ضمنها الغده الدرقيه، السكر الحمل، مواد التجلط، تكيس المبيضين، ضعف الجسم الاصفر، الخلل في الكروموسومات. لسه بقينا سببين ان شاء الله نتكلم عليهم في الحلقات اللي جايه، اللي هو اهمهم خلل الجهاز المناعي، اهم سبب بتعاني منه المراه في الاجهاض المتكرر اللي هو خلل الجهاز المناعي، وده غالبا بيبقى موجود في الناس اللي عندهم اجهاض متكرر ثانوي، يعني حملت مرة ونزل الجنين في ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة بيحصل اجهاض، بيبقى معها طفل والباقي كله اجهاض. وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا غالبا ان شاء الله، ان احنا تكلمنا عن مواد التجلط، والى ان نلتقي في حلقة قادمة. احب انوه ان احنا موقعنا ياريت التواصل معنا عليه اللي هو موقع مركز قرة عين، واي استفسارات او اسئلة او رسائل تهمكم ان شاء الله نتشرف بالرد عليها تباعا ان شاء الله. والى ان نلتقي في حلقة قادمة اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على اعلى مستوى، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري واطفال الانابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، يملى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. لو عايز تنتج أو تصور إعلانات، خدمات طبية وفندقية على أعلى، فعاليات ومؤتمرات، توليد بالدقة، فيديو كليبس، جرافيك،
برامج تلفزيونية، تسجيلات صوتية ومرئية، تسويق البرامج والإعلانات مع شركة الشريف ميديا لاين، الرؤية الإخراجية بلمسة فنية. الشريف ميديا لاين، أسعار تشجيعية وتنافسية، سرعة الإنجاز وأفضل الأعمال، خبرات متميزة في الكادر المهني مع أقوى الشركات. للتواصل الاتصال على